حلقتنا اليوم حنروح على مطبخ من المطابخ الغنية. الشيف حيحضرنا المشبك الحلبي، أكيد عرفتوا لوين رايحين، رايحين على سوريا. رمضان كريم مشاهدينا، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالخير والبركة. من خلال مطبخنا حنقدم لكم أطيب الأطباق لتزين إفطاراتكم ووائدكم بالشهر الفضيل. رمضان كريم شيف. رمضان كريم ملك. كيفك؟ نشكر الله، كيف كنت؟ الحمد لله تمام. شو محضرنا اليوم؟ اليوم حنعمل من المطبخ السوري اللي هو كمان مطبخ كتير عريق. أكيد. اللي هو نعتبره من أساس مطابخ بلاد الشام. اليوم حنعمل شوربة دجاج بشعيرية. فهي دجاج، بصل، ثوم، شعيرية ومرق. هنحطهم وبلش نطبخ. أوكي. هي السكينة. يعني أنا من بعد المطبخ اللبناني عند المطبخ السوري المفضل. المطبخ السوري غني كتير كمان، معناه غني كتير بال... شوي دسم. مش حسب أي منطقة، سوريا بلد كبير، نحن على طول بنقيس على قياس لبنان، بس سوريا بلد كتير كبير. مزبوط. وبتلاقي المطابخ متخلفة بين كل المناطق. يعني اليوم عندنا كمان بالوجبة الكبة مثلا، حلب فيها 14 نوع كبة. حلب اللي هي شقفة من سوريا، كبة الصاجية، الكبة بالكرز، بالسفرجل، بالسفرجل، فبفوق يعني في كبة العادية كتير. يعني إذا بدنا نقعد عن عدتهم عن جد بدهم ساعة. بعدين عندك الشام اللي بتتميز بكتير أشياء كمان بالمطبخ، خاصة بالحلو العربي. مظبوط. بذكر مرة رحت على الشام أنا وعمي، نزلنا نشتري حلو، نزلنا على مصنع يدهروا الصواني الحلو. ما بنسى كيف هيك يحط عليهم السمنة الحموية والقطر، عن جد شيء بشهي. كثير عندهم معامل، يعني هن كثير مش أخصين البقلاوة يعني. طبعا كانت بقلاوة بقشطة هي. كانت أول مرة أنا باكل عن جد بقلاوة. ملوك البقلاوة أخصين أهل الشام. هنحط زيت. أوكي. بعدين ما تنسى كمان عندهم المطبخ اللي تبع المشاوي، كمان هن مشهورين بال مزبوط كباب الحلبي. بالمشاوي عندهم، يعني مسمع اسمه كباب الحلبي. ففي كتير عندهم من أشياء. المطبخ طبعاً واسع وكتير مشكل. أنا كتير صراحة بحب الحمص باللحمة مع السمنة. هيدي كمان شامية كتير. يعني عطول أنا بزور المطاعم، المطاعم الشامية، المطاعم الحلبية، باخد اللحمة بعجين، الكبة الصاجية. يعني تدري رمضان ونحن عالجوع وعالصيام. فمطبخهم عن جد بفش الخلق.